معلومة مهمة جدا لكل سيدة، عليك الحذر، عليك الحذر، ما تفرحيش وتقولي انا عاوزة شعري يبقى ناعم، وخاصة السيدات ذات البشرة السمراء الجميلة الحلوة دي. اي واحدة شعرها اكرت، شعرها مش ناعم، ما لا تضع منتجات تمليس الشعر اللي هي تنعيم الشعر، مضرة جدا على صحتك. حافظي على صحتك وخليكي بطبيعتك الجميلة، قد تؤدي الى خطر الاصابة بسرطان الرحم. يزيد خطر الاصابة بسرطان الرحم نتيجة لاستعمال منتجات تمليس الشعر لفترات طويلة، يعني عدد مرات في السنة، مرة واثنين وثلاثة واربعة، عاوزة شعرها يبقى ناعم. الاكسار الى ان يصل الى اربع مرات يؤدي الى سرطان الرحم. تحتوي منتجات تمليس الشعر على مواد كيميائية كثيرة، من بينها مواد مسببة لاضطرابات في الغدد الصماء. ممكن ان تؤدي منتجات تمليس الشعر الى تعزيز امتصاص المواد الكيميائية بواسطة الافات اللي هي الحشرات او الحروق التي تصيب فروة الرأس، او استخدام الاستشوار مكوة الشعر لتنعيم الشعر. حافظي على طبيعتك، انت جميلة بطبيعتك، طبيعتك جميلة، لا تغيري من شكلك.